السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. ما زلنا مستمرين معكم في كورس الذكاء الاصطناعي، ووصلنا إلى مكونات نظام الذكاء الاصطناعي. أي نظام ذكاء اصطناعي، سواء كان هاردوير أو سوفتوير، تقليدي حديث إلى آخره، دائما يتكون من هذه العناصر الرئيسية. أولا، هو يجب أن يحتوي على ما يسمى بالأيجنت. الأيجنت اللي هو العميل أو الجهة، الهاردوير أو سوفتوير، التي تقوم بإبداء نموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي. هذا العميل، هذا الايجنت، او ما يسمى بالسمارت ايجنت، يقوم بتحسس البيئه المحيطه به من خلال المتحسسات، ويقوم بالعمل يعني بناء على ما تم تحسسه من خلال ما يسمى بالاكتويترز، التي هي المحركات او الاجزاء التي يستطيع من خلالها التلاعب بالبيئه المحيطه. بالنسبه للبشر، المتحسسات هي يعني ادوات الحس الخمسه، يعني العينين والاذنين والانف للشم واللسان للذوق واليدين لللمس الى اخره. الاكتويترز او الافكتورز، الاشياء التي يستطيع من خلالها التاثير بالبيئه المحيطه، هي الهاندز، ليجز، ماوث، يعني اليدين والرجلين والفم وغيرها من الاشياء الاخرى. بالنسبه للروبوتات، فانه السنسرات الخاصه بها هي الكاميرات او سونار، جهاز السونار، او الليزر او الليدار اللي هو لايت ليزر او لايت رادار، البامبس. اما الافكتورز، الاشياء التي يستطيع الروبوت التاثير بها بالبيئه المحيطه، هي الجرابرز اللي هي يعني اذرع المسك او اللمس او يعني الامساك، المانيبوليترز، الاجزاء التي يستطيع من خلالها التلاعب بالبيئه المحيطه، والموتورز اللي هي المحركات التي يستطيع من خلالها تحريك جزء من اجزاء الروبوت. يعني الايجنت بيهيفير، طبعا يعني سلوك الايجنت او سلوك السمارت ايجنت، سلوك العميل الذكي، يتم وصفه من خلال كونه هو عباره عن فانكشن او داله تقوم بتحويل البيرسبشن اللي هو الوعي او الادراك او الفهم للبيئه المحيطه الى اكشنز، الى فعاليات او اعمال معينه. هذا الشكل طبعا يوصف الحاله بصوره عامه، انه دائما يكون السمارت ايجنت او العميل الذكي موجود في بيئه معينه، يقوم بتحسس هذه البيئه من خلال استلام اشارات معينه، او يعني تحسس هذه يعني من خلال سنسرات معينه تحسس هذا الشيء. هذه الاشياء اللي تحسسها اللي هي راح تكون عباره عن الانبوت داتا، بيانات الادخال، راح تدخل على النظام الذكي هاردوير سوفت وير، راح يعمل عمليه الريزنينج، التفكير او فهم هذا الشيء، وعلى اساس هذا الريزنينج او اللي احنا نسميه في علم الحاسبات البروسيسنج، المعالجه، راح يصدر عندنا مجموعه من الاكشنز اللي هي الفعاليات من اجل اجراء شيء معين. يعني مثلا البيئه اذا كانت مثلا بالليل ثم انتقلنا الى النهار، عندنا متحسس الضوء استلم انه اليومينيشن يعني او كميه الضوء صارت اكبر من فتح حد معين. اجي هنا لقى بانه عنده فد برنامج معين يقول له بانه اذا زادت الاضاءه عن شيء كذا مقدار، كذا شده معينه للاضاءه، قم باطفاء المصباح اللي كان مشتغل مثلا اثناء الليل. فهنا راح يكون عندك الاكشن هو اطفاء المصباح، وهكذا بالنسبه لبقيه التطبيقات الاخرى للذكاء الاصطناعي. طيب، ذكرنا احنا في الدروس السابقه هو ان الذكاء الاصطناعي بالنهايه هو يهدف الى العمل بذكاء، او يحاكي الذكاء البشري، او يهدف الى العمل بمنطقيه، rationality، المنطقيه او العقلانيه او العقلائيه. فالعميل الذكي او العميل العقلائي او العميل المنطقي هو الذي يقوم دائما بالright thing، هذه كلمه باللون الاخضر، the right thing، الشيء الصحيح دائما. ولكن ما هو هذا الشيء الصحيح؟ هل ان الشيء الصحيح دائما هو الذي يقرره الذكاء البشري، او ان الشيء الصحيح مرات يعني يكون هو فد شيء يختلف عن الذكاء البشري؟ لانه الذكاء البشري مثل ما ذكرنا دائما يكون limited، محدود، مقيد، ويعني يخضع لتأثيرات العاطفة والمشاعر والغرائز وغيرها من الأمور الأخرى. فالريشناليتي أو العقلائية أو المنطقية مو دائما تكون هي الشيء الصحيح اللي احنا نعتقده، وربما تكون شيء آخر بعيد عن يعني تفكيرنا المحدود. في هذه الحالة راح يكون عندك ما يسمى بالفيكست بيرفورمانس ميجر، اللي هو معيار الأداء الثابت اللي يقيس لك أو يقوم بتحديد ما هي مجموعة الفعاليات التي يجب العمل بها من أجل تحقيق الهدف المطلوب على البيئة المحيطة. هذا هو بالنهاية الشيء الذي تريد أن تقوم ببرمجته بشكل مباشر، أو تعليم الآلة أو تعليم الماكينة أو تعليم الحاسبة أو التعليم الآلي، من أجل الوصول إلى هذا المستوى من الفهم للبيئة المحيطة والعمل على هذا الأساس. كل أنظمة الذكاء الاصطناعي في النهاية يتم يعني تقييمها على أساس هذا ما يسمى بالPEAS، PEAS. الPEA هو اللي هو Performance Measure، معيار الأداء. الاي اللي هو الانفايرمنت، البيئه المحيطه، الاي الاكتويترز يعني الاجزاء الفاعله في البيئه، والسنسرز هي الاجزاء التي تتحسس البيئه. يعني السنسرز هي ادوات الادخال، الاكتويترز هي ادوات الاخراج، الانفايرمنت هي البيئه المحيطه، والبيرفورمانس ميجرز هي ادوات او معايير قياس اداء النظام الذكي. مثلا بالنسبه للتاكسي درايفر، يعني سائق التاكسي، معايير اداء يعني معايير الاداء هي السيفتي،
السلامه والسرعه والراحه بالنسبه للكومفورتبل يعني الراحه للزبائن، وتحقيق الماكسيمم بروفيت تحقيق اقصى الفوائد الممكنه، الفوائد الماديه طبعا. البيئة المحيطة طبعا هي الطرق والسيارات الأخرى الموجودة في الطريق، البيدسترينيانس اللي هم يعني المشاة، وكذلك الكوستمرز الناس اللي هم راكبين معك في التاكسي أو في يعني سيارة الأجرة. الأكتويترز الأشياء اللي تقدر تتحكم بها من أجل التلاعب بهذه البيئة هي الستيرنج يعني تغيير اتجاه يعني سير السيارة من خلال الستيرنج ويل يعني مقود القيادة يعني أو عجلة القيادة. الأكسلريتر اللي هو يعني العتلة اللي عندما تضغط عليها تقوم بزيادة سرعة السيارة اللي هو يعني احنا نسميه البنزين يعني. البريك اللي هو تستطيع يعني من خلال ضغطه إيقاف السيارة أو تقليل سرعتها. السيجنال اللي هي الإشارات الضوئية يعني في الأمام والخلف والجانب، والهورنز اللي هي يعني الإشارات الصوتية التي تقوم بإطلاقها. كل هذه الأشياء هي أكتويترز، هي أشياء تستطيع من خلالها التحكم بالبيئة المحيطة أو تغييرها أو تعديلها بشكل ما. السنسرز الأشياء اللي تقدر تستخدمها بالنسبة لي يعني كسائق تاكسي بالواقع الطبيعي يعني. الكاميرات الموجودة في سيارات اليوم الحديثة خصوصا السونار اللي هو ينطيك فد يعني إشارة عن قرب أو بعد أجسام أخرى معينة. السبيدوميتر اللي هو مقياس السرعة. الجي بي اس Global Positioning System نظام الإحداثيات العالمي. الأودوميتر اللي هو مقياس المسافات وكم قطعت من المسافة حتى الآن في هذه الرحلة أو الرحلات بشكل عام. الاكسلروميتر مقياس التعجيل، وكذلك الانجن سنسرز متحسسات المحرك اللي تعطيك دائما يعني فد انديكيشن او اشاره انه عندك مثلا مشكله في المحرك في مكان ما، زادت عندك الحراره يعني قل عندك المقدار البنزين وصلت الى مستوى معين تحتاج انه تبدل فيه زيت السياره وهكذا. بالنسبه لخصائص البيئه المحيطه، عاده البيئات المحيطه بكل سمارت ايجنت بكل عميل ذكي هي يعني يتم تصنيفها على هذه الأسس. اولا هل هي fully observable او partially observable، هل ان البيئه التي تحيط بنا قابله للملاحظه والتحكم بشكل كامل او انها هناك اشياء مخفيه فيها يعني partially observable نستطيع ملاحظه اجزاء منها وليس كلها. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه اللي هو deterministic versus stochastic or strategic، هل ان البيئه التي تحيط بنا هي محسوبه deterministic او هي عشوائيه stochastic او هي strategic استراتيجيه متغيره باستمرار وفق قواعد معينه. الفرق بين الاستوكاستيك والاستراتيجيك انه الاستوكاستيك عشوائيه يمكن ان تتغير لاسباب عشوائيه وبدون يعني وجود قاعده معينه، اما بالنسبه للاستراتيجيك فهي البيئه الاستراتيجيه التي تتغير وفق قواعد ربما نستطيع معرفتها يعني. الابيسوديك والسيكونشال، هل ان هذه البيئه هي متقطعه يعني تحصل في فترات زمنيه محدده او انها مستمره. ستاتيك اور دايناميك، هل هي ثابته او متغيره. discrete or continuous، هل ان البيئه التي نتعامل معها هي يعني يعني موجوده في اماكن محدده دون اماكن اخرى او انها موجوده في كل مكان مستمره. هل ان ما يتم التحكم به او التلاعب به او تغييره في البيئه هو single agent or multi agent، هل هناك يعني لاعب واحد في المساله او عده لاعبين يتحكمون في النتيجه النهائيه. على هذا الاساس راح ناخذ مجموعه من الامثله لبيئات حقيقيه ونعرف يعني المواصفات الخاصه بكل واحده منها. مثلا بالنسبه للتشيس لعبه الشطرنج، اذا كان هناك ساعه واذا لم يكن هناك ساعه، يعني الناس اللي يلعبون الشطرنج يعرفون انه مثلا في البطولات الدوليه كل شخص يعني يمتلك ساعه ونص يمكن لاكمال اللعبه. فانت دائما عندما تقوم بتحريك اي عنصر من عناصر الجيش اللي عندك تقوم بالنقر على الساعه لكي يبدا العداد بالنسبه للاعب الاخر، هو ايضا يعني يقوم بالتفكير ثم مجرد انه يحرك اي لاعب معين يقوم بالنقر على الساعه وهكذا. فتوجد عندك يعني مثلا الشطرنج مرات مع ساعه وبدون ساعه، كلاهما موجود وكلاهما يتم لعبه. فما هي تفاصيله؟ بالنسبه للاوبزرفابيلتي، هل ان البيئه هي قابله للملاحظه بشكل كامل؟ نعم، يعني رقعه الشطرنج كلها راح تكون موجوده امامك وانت تستطيع ملاحظه كل شيء. اللاعب المقابل يكون امامك، حركاته تكون امامك، والبيئه كامله ستكون متاحه امامك، يعني كل شيء قابل للملاحظه. هل هي ديترمينستيك او استراتيجيك او ستوكاستيك؟ هل هي محسوبه لو استراتيجيه؟ هي بالحقيقه لعبه استراتيجيه. لانه ظروف اللعبه من كونك يعني في حاله فوز او هزيمه تتغير وفقا لاستراتيجيات معينه ووفقا لقواعد معينه حسب يعني فهمك للعبه وكذلك اللعب الجيد والصحيح. هل هي ايبيسوديك او سيكونشال؟ هل هي مستمره او متقطعه؟ لا بالحقيقه هي سيكونشال مستمره، لانه انت ما تبدا باللعبه حتى يعني يبدا السمارت ايجنت يشتغل عندك سواء كنت بشر او حتى بالنسبه للارتفيشال انتليجنس ويستمر هذا الشيء الى ان تنتهي اللعبه، لا تستطيع ان تتوقف عن التفكير لفتره من الزمن ثم تقول انه اوكي خليني العب يعني كيفما اتفق
لأربع أو خمس حركات ثم أعود لكي أستطيع التفكير بذكاء. هذا شيء غير صحيح، وإنما يجب أن تستمر دائما في اللعب يعني الذكي. هل هي ستاتيك لو دايناميك؟ إذا كانت مع ساعة راح تكون هي سيمي ستاتيك، يعني شبه ثابتة، لأنه دائما عندك الساعة راح تكون لها تأثير قوي. إذا كانت بدون ساعة لا، راح تكون ستاتيك، يعني أمور ثابتة وليس هناك أي تغير أو تسارع أو تباطؤ في الموضوع. لماذا قالوا أنه مع الستاتيك مع الساعة يمكن أن تكون سيمي ستاتيك؟ لأنه في الحقيقة بالبداية عندما يكون عندك وقت طويل جدا تستطيع أن تلعب براحتك، يعني تأخذ وقتك في التفكير، ولكن بعدين عندما تبدأ الوقت اللي عندك يعني يكاد ينفد، فأنت بالحقيقة راح تضطر أنه تسرع من وتيرة اللعب من أجل يعني تدارك الوقت وإكمال اللعبة قبل انتهاء الوقت. هل هي discrete or continuous؟ هي بالحقيقة discrete، لأنه إحنا فقط نتلاعب بعناصر معينة اللي هي يعني الجنود والفيلة والحصان والقلعة والملك والوزير وهكذا، يعني فهي ليست يعني في كل مكان وإنما فقط في مكان محدد. الأيجنتس اللي يشتغلون عندك هل هم ملتي أيجنت أو سينجل أيجنت؟ في الحقيقة هو ملتي أيجنت، لأنه هناك اثنين لاعبين في كل وقت من الأوقات، وهناك يعني 16 قطعة تستطيع التحكم بها في أي لحظة من اللحظات، فبالتالي هناك ملتيبل أيجنتس، يعني عدة عناصر أو عدة عملاء يعملون سوية من أجل تحقيق الهدف النهائي. طيب ماذا عن البوكر؟ بالبوكر طبعا يعني لعبة الورق، الحقيقة هي فيها الكثير من التفاصيل، كثير من الأنواع، أغلبنا لاحظناها يعني أو شاهدناها في الأفلام، يعني ما أعتقد أنه الكثير من الذين هو يلعبوها أو يعرفون تفاصيلها، ولكنه بصورة عامة عندما يتم وصفها توصف بأنه هي partially observable، قابلة للملاحظة بشكل نسبي. لماذا؟ لأنه هناك الكثير من الأوراق اللي تكون مخفية دائما، يعني مقلوبة أمامك أو عند الديلر، الشخص اللي هو يقوم بتوزيع الأوراق، أو عند اللاعبين الآخرين، فأنت مو دائما تعرف أنه شنو اللي موجود عند الآخرين، فقط أنت تتنبأ أو تخمن ما هي الأوراق اللي عندهم وتلعب على هذا الأساس. هل هي deterministic, strategic, stochastic؟ هي strategic، لعبة استراتيجية. هل هي episodic or sequential؟ أكيد sequential، لأنه منذ أن تبدأ اللعب حتى تنتهي أنت يجب أن تحافظ على مستوى ثابت من الذكاء والتصرف الذكي، ما تقدر يعني تتوقف عن هذا الشيء لفترة من الزمن. هل هي static؟ نعم static، هي لأنه معروفة كل قواعدها، ويعني مهما يحصل هي تبقى ثابتة، ليس هناك تزايد أو تناقص في شيء معين. هل هي ديسكريت؟ نعم هي ديسكريت، متقطع لأنه تعتمد فقط على الأوراق التي يتم لعبها. هل هي ملتي ايجنت؟ نعم، لأن هناك مجموعة كبيرة من الأوراق، مجموعة كبيرة من اللاعبين، وهناك يعني عدة عناصر تعمل سوية من أجل تحقيق أهداف قد تكون متضاربة، يعني بالحقيقة هي متضاربة لأنه الكل يطمح أن يفوز، فبالتالي هدفي أن أفوز راح يختلف عن هدف المقابل بأنه يفوز، وهناك تضارب فيما بينهما. طيب ماذا عن لعبة الباكجامون؟ باكجامون هذه ايضا يعني لعبه معينه فيها تفاصيل معينه توصف انه ايضا هي فولي اوبزرفبل، قابله للملاحظه بشكل كامل لانه راح تكون في رقعه ثابته. هل هي ستوكاستيك؟ يعني عشوائيه، لانه تعتمد على رمي النرد او الزار راح نسميه، والنتائج اللي تظهر عندك في بعد رمي النرد هي اللي راح تحدد نتائج الخطوات المقبله، وبالتالي هي تعتبر ستوكاستيك عشوائيه لانه دائما تعتمد على حدث عشوائي اللي هو رمي النرد. هي تعتبر ايضا سيكوينشال، ستاتيك، ديسكريت، ملتي ايجنت وهكذا. بالنسبه للتاكسي درايفنج، يعني قياده التاكسي، تعتبر بارشيالي اوبزرفبل، قابله للملاحظه بشكل نسبي. لماذا؟ لانه حتى لو استخدمنا 100 200 300 سنسر، كاميرات وسونار وجي بي اس وغيرها، في النهايه هناك عناصر معينه في البيئه المحيطه بنا راح تبقى هيدن، تبقى يعني مخفيه، لا نستطيع التحكم بها او لا نستطيع ملاحظتها بشكل كامل، ولذلك تعتبر هي ستوكاستيك لانه دائما هناك عشوائيه في البيئة المحيطة، ممكن أنه في أي لحظة من اللحظات يقفز أمامك يعني بيدسترينيان، واحد من المشاة، أو يقفز أمامك حيوان أو يعني سيارة أخرى، أو يحصل أمامك حادث معين وهكذا، فهي تبقى ستوكاستيك عشوائية لأنه دائما هناك متغيرات غير محسوبة أو غير يعني خاضعة لأمور يعني منطقية. أيضا هي تعتبر سيكوينشيال، تعتبر دايناميك، متغيرة، نعم لأنه البيئة اللي حولك دائما متغيرة، عدد السيارات، أحجامها، نوعية السائقين اللي حولك، المشاة، الزبائن، الحيوانات الموجودة، يعني حتى المطبات الموجودة في داخل الشارع وهكذا، كل هذه الأمور تجعل من البيئة دايناميك، متغيرة وليست ثابتة. هل هي ديسكريت أو كونتينوس؟ لا كونتينوس، لأنه أنت منذ أن تقوم بتشغيل السيارة حتى تصل، فإن كل السنسرات وكل الأكتويترز وكل السمارت أيجنتس الموجودة عندك كلها تشتغل سوية منذ أول لحظة حتى آخر لحظة، وليست مقطعة، وإنما يعني معتمد على كل أجزاء البيئة المحيطة. هل هناك ملتي ايجنت؟ نعم هناك ملتي ايجنت، لانه انت لا تعمل فقط وحدك في هذا المكان، وانما كل السائقين الاخرين وكل السيارات الاخرى تعمل سويه.
بالنسبه للميديكال دايجنوسيس، التشخيص الطبي ايضا يعتبر هو بارشيالي اوبزرفبل، قابل للملاحظه بشكل نسبي، لانه انت مهما قمت بعمل فحوصات لمريض معين يبقى هناك اجزاء هيدن مخفيه تحاول ان تقوم يعني باستنتاجها او استنباطها من خلال خبرتك الطبيه السابقه، سواء كان طبيب بشري او الطبيب كروبوت. هي ستوكاستيك طبعا بيئه عشوائيه، لانه التفاعلات يعني الكيميائيه او البيولوجيه في داخل جسم الانسان مهما كانت يعني مهما تم دراستها فانه هناك الكثير من الاشياء التي ما زالت مخفيه ومجهوله بالنسبه لنا. هل هي ايبيسوديك؟ نعم هي يعني او سيكونشيال، هي ايبيسوديك، تحصل في فتره في لحظه معينه زمنيه، يعني عندما نقوم بقياس نسبه الكريات الدم البيض مثلا او الضغط او السكر في الجسم او درجه الحراره، فانها ستؤخذ في لحظه زمنيه معينه، ربما بعد عده لحظات راح تختلف الاشياء، احنا ما راح يكون عندنا قابليه لقياس كل هذه الاشياء بشكل مستمر، فهي تعتبر ايبيزوديك يعني مقطعه. بي استاتيك، هل هي ديسكريت او كونتينوس؟ هي كونتينوس. وهل هناك سنجل ايجنت او مالتيبل ايجنتس؟ لا، بالحقيقه هنا التشخيص الطبي راح يتم من قبل طبيب واحد، وبالتالي راح نسميها هي سنجل ايجنت ارتفيشال انتليجنس سيستم. بالنسبه لتحليل الصور ايضا راح تكون هي فولي اوبزرفبل، لانه انت عندك صوره محدوده الابعاد ويتم ادخالها الى الحاسبه وتقوم بالتلاعب او التعامل مع هذه الصوره، تقسيمها الى 2 دايمنشن 3 دايمنشن 4 دايمنشن الى اخره، على عدد يعني الدايمنشنز والاكيورسي الخاصه بها، فهي راح تكون فولي اوبزرفبل يعني قابله للملاحظه والفهم بشكل كامل. هي بالحقيقه ديترمينستيك محسوبه، لانه اغلب يعني كل معادلات الايمج اناليسيس او الايمج بروسيسنج هي قائمه على اساس يعني معادلات رياضيه والتلاعب بالمصفوفات، فبالتالي النتائج دائما تكون محسوبه بالنسبه لك. هل هي ايبيسوديك او سيكوينشال؟ هي ايبيسوديك. هل هي ستاتيك او دايناميك؟ هي سيمي ستاتيك، يعني شبه ثابته، لانه دائما هناك فلاتر معينه تستطيع تغيير بالصوره بصوره عامه. اليوم اكو عندك صار ما يسمى بالديب فيك، اللي هو كيفيه يعني تزوير الصور ودمج الصور مع بعضها البعض الاخر، فوتوشوب غير من هذه الاشياء، فبالتالي هي تعتبر سيمي ستاتيك. هل هي ديسكريت او كورتينوس؟ هي ديسكريت. هل هناك مالتيبل ايجنت او سنجل ايجنت؟ الحقيقه هناك سنجل ايجنت اللي هو البرنامج الذي يقوم بعمليه الايمج اناليسيس او تحليل الصور. روبوتكس باركينج بارك بيكينج اللي هو سوري روبوت بارت بيكينج، الذراع الالي الروبوتي الذي يقوم بمسك اشياء معينه. فولي اوبزرفبل، قابل للملاحظه بشكل كامل. ديترمينستيك، ايبيسوديك، سيمي ستاتيك، ديسكريت، هو ايضا سنجل ايجنت لان هناك يعني عنصر واحد فقط ذكي في هذه المعادله. بالنسبه للانتر اكتيف انجلش تيوتر اللي هو يعني مدرس اللغه الانجليزيه التفاعلي، سواء كان بشر او سمارت ايجنت مثل ما ذكرنا. ايضا هنا هل ان البيئه المحيطه قابله للملاحظه بشكل كامل؟ بالحقيقه كلا، هي بارشلي اوبزرفبل. لماذا؟ لانه الطالب المقابل مهما كنت ملما بمستواه فان هناك اجزاء مخفيه في مستواه، في طريقة فهمه، في طريقة استيعابه للمعلومات اللي انت ما راح تقدر يعني تقوم بقياسها بشكل كامل. النتائج اللي يعني تطلع عندك بعد ان تقوم بعملية التيوترينج بعد التوجيه او التعليم هي ستوكاستيك يعني عشوائية، مهما حاولت انه توصل الطالب الى مستوى معين اذا لم يقوم الطالب نفسه بمساعدة نفسه بهذا المجال فانه لن يستطيع الوصول الى هذا المستوى، وبالتالي تكون النتائج عشوائية تتراوح من الفشل الكامل الى النجاح الكامل. هل ان العمليه سيكوينشال او ايبيسوديك؟ لا، هي سيكوينشال، مجرد انه تبدا التدريس او التعليم يجب ان تلاحظ كل الاشياء الخاصه بالطالب، الماده العلميه، طريقه الاستيعاب، البادي لانجويج، كل هذه الاشياء يجب ان تاخذها بعين الاعتبار. البيئه المحيطه بك هي بيئه دايناميك، لانه انت كل ما تطرح سؤال معين او كل ما تعطي جواب معين للطالب راح يكون هناك فتره فعل معين يعني مختلف حسب الحاله الحاليه اللي انت تشتغل على اساسها. البيئه هي ديسكريت اور كونتينوس؟ هي ديسكريت، لانه انت تاخذ محاضرات مقطعه من فتره بين فتره واخرى. هل هناك سنجل ايجنت اور مالتي ايجنت؟ لا، بالحقيقه هناك مالتي ايجنت، لانه مثل ما ذكرنا النتيجه النهائيه للتيوترينج هي لا تعتمد فقط على المدرس، وانما تعتمد ايضا على الريسبونس او الاستجابه التي يبديها الطالب وطريقه الفهم وطريقه الالقاء وطريقه الاستيعاب وهكذا. هذه كلها كانت مجموعه من الامثله عن يعني طريقة تقييم وفهم وتصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي. في المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نكمل الحديث عن المقدمة في هذا الموضوع، ونتحدث عن الأيجنت تايبس، أنواع الأيجنتس وتقسيماتها المختلفة، فخليكم معنا. تحياتنا للجميع وشكرا جزيلا ومع السلامة.